السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، أينما كنتم مرحبا بكم. كنتواجد حاليا بسوق الحد ديال بورقنات. كما دخلنا من سلا صورنا لكم لابارتي الأولى هي اللي من الدخلة من لهيم فين كاينين صحاب القطنية. من صحاب القطنية دزنا لهاد لابارتي، هي صحاب التبن، مرحبا ديال التبن هما فين مجموعين هنايا صحاب التبن. فوالا دزنا لهنا هاد لابارتي، هي صحاب التبن، راه هما الكومي ديالهم. ومرحبا ديال التبن مقابع معنا، مرحبا ديال المالي للقرعة، راه دخلنا لها شفنا ما تحمرنا للقرعة. جينا لهاد لابارتي هنا تودر، وهنايا صحاب هنا كاينين، هنايا مرحبا ديال الغنم، مرحبا ديال الغنم خاوية. داز الصباح الغنم قال لي الدري رخيصة، ياك سمعتيني، داخلة واحد 207 راه هي ديال دكولة. هادو راه دكولة، شوف الناس اخي يمشيو لدكولة ويجيبو الغنم ديالهم ويجيو يبيعو ويشريو. واحد البيبوب تا هي راه هي فين باقا، باقي عندو شي حبات، راه هو واحد 207 اخرى راه هي من ليه. هادشي اللي كاين. المهم الغنم راه كاينه داخله قليله، ولكن قضيه الغرض. اللهم هادي بعدا يدور بها السوق ولا ها نتوما راه 207 اخرى. اما هاد لابارتي كلها كتكون عامره بالكوامي، عامره بالبقر. البقر كاينين شي حبات، بانوا ليا في الدخله ملي مخرجينهم مالينهم تقدوهم الصباح بكري. هادشي اللي كيبان ليا انايا. دابا غنساليو من هنايا من الرحبه ديال الغنم، غادي ندخلو من مالين الحوت، نشوفو شنو مالين الحوت وشنو عندهم، ومن تما كاينه نمشيو للهيل بالزيرة وندخلو عند صحاب الشوايه ونخرجو بحالاتنا من الليل ونشوف حالنا. يلا تحياتي الخالصه اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، ما كنتم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.